بنات ماجد شكلهن بالملاغم اللي يحوزون الجمال بجداره بنات شيخ من رجال صعاطين فيه الكرم والطيب شباب نار بنات شيخ شكلهم بالملغة اللي يحوزون الجمال بجدار بنات شيخ شكلهم بالملغة اللي يحوزون الجمال بجدار بنات شيخ من رجال صعاطين فيه الكرم والطيب شباب نار واخوانها نسوي لله بتعتبر لجانا غار فيه مرة وغارة من مثل عود سطر المجد تصطير من آل ماجد كاسبين المهارة بنات مشخص شكلهم بالملاغير اللي يحوزون الجمال بجدارة بنات شيخ من رجال صعاطين فيه الكرم والطيب شباب نارة نور ولا عد وزحور المسافير عساه في الجنات دار قرارة الأولى هي من قعد سن المطير حلو وجمال ومدح وايضا مهارة بنات مشخص شكلهم بالملاغير اللي يحوزون الجمال بجدارة بنات شيخ من رجال صعاطين فيه الكرم والطيب شباب نارة والثانية فيها الحلا والحلا غير مسيونه تفد عليه الأمارة والثالثة فيها الدلايا الغناجير فيها جمال الكون ويا شطارة بنات مشخص شكلهم بالملاغير اللي يحوزون الجمال بجدارة بنات شيخ من رجال صعاطين فيه الكرم والطيب شباب نارة والرابعة تستاهل الحب والخير والطول فارع والحسن والنظارة يجعل تفتح البنات المشاهير ويفتح المجد ساكن الأنوار بنات مشخص شكلهم بالملاغير اللي يحوزون الجمال بجدارة بنات شيخ من رجال صعاطين فيه الكرم والطيب شباب نارة ذيك الحلا ربي مميز عن الغير فيهم ذكاء مع عقل وزين وجارة ويبخر فيهم بين البنات المناعير لقى تحت نار التجارة بنات مشخص شكلهم بالملاغير اللي يحوزون الجمال بجدارة بنات شيخ من رجال صعاطين فيه الكرم والطيب شباب نارة الله يكفيهن عيون المطاعيب لشافن الحلوى تكسر شرارة الله يكفيهن عيون المطاعيب لشافن الحلوى تكسر شرارة بنات مشخص شكلهم بالملاغير اللي يحوزون الجمال بجدارة بنات شيخ من رجال صعاطين فيه الكرم والطيب شباب نارة فيه الكرم والطيب شباب نارة